جاءت هذه الدورة التدريبية في كتب العقيدة للأئمة والدعاة في إطار النشاطات التي تقدمها منظمة النهضة الإسلامية التشادية، وتخلى المناسبة العديد من الكلمات، منها كلمة أهالي مدينة جرماية والتي قدمها عمر محمد هارون شاكرا الحضور، كما أثنى على دور رجال الأمن في استقرار البلاد، كما خص بالشكر الجزيل رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. أما كلمة إمام وخطيب مدينة جرماي أبو بكر الحاج رماد شكر القائمين على الدورة التدريبية، كما تخلل المناسبة فرق المداحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كلمة رئيس بعثة الأزهر الشريف دكتور رزق سعد أشاد بجهود رئيس المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد مع الأزهر الشريف. في كلمته رئيس المنظمة الشيخ أحمد عيسى العلوي فقد تطرق إلى جهود المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية في نشر الدين ودعمه للأئمة والدعاة. أما مداخلة رئيس المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية فقد أكد دعم رئيس الجمهورية رأس الدولة في خدمة الدين والدعاة. حقيقة يوم المولد دعا المادحين في بيته في القصر الرئاسي، دعا المادحين، دعاهم، قال لهم تعالوا احتفلوا هنا وامدحوا لي واسمعوا. وبالفعل ذهبوا وقاموا الليل هناك. هذا هو قائد هذا البلد، رجل ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالإيمان ومن عليه بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن عليه بمحبة أهل الحق، بمحبة أهل الطريقة التجانية، وبمحبة أهل التصوف. وختمت المناسبة بتوزيع شهادات للمشاركين في الدورة التدريبية من الأئمة والدعاة.